خلينا نروح للدكتور عنان عبد الحق، خبير او اختصاصي امراض السكري والضغط. صباح الخير. صباح الخيرات ابو كريم، يعطيك العافيه، وكان الله في عون اهلنا بغزه. يا الله الله يكون بالعون الناس. بدنا نحكي عن امراض السكر والضغط اثناء الصيام. يعني اثناء الصيام، يعني انا بتذكر مره انت حكيت لي مريض السكر يعني له تفاصيل مشان يصوم، يعني لازم يعمل كثير فحوصات مشان يصوم. لكن اليوم احنا بنعرف انه مرض السكر قديش منتشر في فلسطين، وقديش في ناس ممكن تصوم على النظام، بمعنى انه بعد فحوصات هي بتقرر تصوم، وموضوع مش عشوائي، والموضوع اذا كان يعني صح ولا مش صح انه يصوم مريض السكر. صراحة أخي أبو كريم، موضوع مهم جدا هذا، ومهم جدا لمريض السكري أنه يعرف هاي المعلومات. هاي من جهة أخرى، لابد لمريض السكري من قبل رمضان أن يقوم بعمل فحوصات على القليلة، فحص السكر، فحص التراكمي، فحص الكلى، وفحص البول كحد أدنى، بالإضافة استطاع فحص الكوليسترول والكوليسترول السيء، حتى أنه يجهز المريض لرمضان، ومعرفة شو وضع المريض وشو أي فئة يتبع، هل يستطيع الصيام أو لا يستطيع. هاي من ناحية. من ناحية أخرى، للأسف أنه بعض الناس تنصحوا بعدم الصيام، وبيكون من ناحية الشرعية والطبية، وإحنا يعني لما نقول للمريض أنك أنت ما تصوم، بيكون القرار والفتوى هاي فيها ناحيتين، فيها ناحية طبية أكيد، وفي معلومات شرعية يعني تتبنى ذلك. ولكن للأسف بتلاقي أنه بعض الناس لا يلتزم وبصوم، وبتصير عنده المضاعفات، وبيجي أهله أو بيجي حدا بقول صار مع كذا فلان، صار مع فلان كذا، ليش؟ قال ما هو صام. طب ما احنا تبنى أنه ما يصومش، قال ما سمعش الكلام وصام. فللأسف يعني بتعرف اللي بيكون متعود الصوم كل حياته من هو طفل، خاصة عندنا بالحجات الكبار والحجاج، يعني ما يعني بيستوعبش انه ممكن يفطر، يعني بيشوفها عيبة بالنسبة له، وانه يعني لازم حدا يقنعه بطريقة صح. ويعني انا اقول لك والله كل الام ما بتقدر تقنع امي ما تصوم، ما بتزبطش معها الصراحة. هي صعبة، وصعبة جدا، وصدقني انه في رجال بتبكي. والله العظيم في رجل بكى عمره بالسبعينات انه نزلوا دموعه وصار يعيط مع ابنه، لانه عرف انه كما هداك عنده شوية خلل كمان في الكلى غير موضوع السكري، فممنوع يصوم نهائيا، يعني ممنوع يجرب حتى تجريد، وانه صار يبكي الزلمة، وصرنا نطبطب عليه ونصرنا نراضي فيه، وطيب لانه انا بقول له انا اللي 60 سنة بصوم يا عم من عمري 10 سنين، انا كيف ابطل الصيام يعني، وكيف ممنوع الصيام يا حاج؟ ليس على المريض حرج يا حاج، هاي رخصة من رب العالمين من شان وضعك كذا، وبالزور تنه اقتنع، والله أعلم لسه بعرفش إذا يجوز حتى يجوز صام، لسه يراجعني الأسبوع الجاي. طيب. الموضوع جدا حساس وشائك، وفي بعض الناس اللي بتفهموا هذه الأمور وبتمشي أمورهم وخلاص، يعني بيرتضى بقضاء رب العالمين، وإنه هيك وضعه الصحي يحتاج هذا النوع من الحمية الغذائية. أو طبعا في بديل، في بديل، خاصة إنه في بديل اللي هو يعني اللي ما بيقدر ممكن إطعام مسكين أو إطعام أحد زي ما بيحكوا الفقراء. طبعا يعني اللي ما بيقدر يصوم ولا يستطيع القضاء، يعني في احنا منصيموش بس هذه الفترة ويستطيع القضاء، يعني بيكون اشي يعني حاد حاليا لا يستطيع الصيام، بس رمضانات القدم يستطيع الصيام، هون هذا يستطيع القضاء. طبعا انا بديش ادخل في الفتاوى الشرعيه، ولكن حسب معلوماتي الاوليه هذا يستطيع القضاء، بينما الانسان الذي لا يستطيع ان يصوم نهائيا فهو بيخرج على كل يوم تقريبا 10 شيكل او من متوسط ما باكل اهله، يعني اطعام مسكينه. طيب ايش الامراض الثانيه اللي امراض الكلى وامراض الضغط اللي بيقدر يصومه ولا ما بيقدر؟ امراض الكلى، اذا كان فحص الكلى عالي طبعا اكيد احنا بنخاف من الجفاف، والجفاف اذا كانت الكلية في بداية الارتفاعات تبعتها وصار عليها جفاف وزادت الارتفاعات، هذه بتؤدي لمشاكل كبيرة صراحة.
الناس اللي عندهم أمراض أخرى مع السكر، مثلا واحد عنده جلطة دماغية أو واحد عنده جلطة قلبية، واحد عامل قلب مفتوح في 3 شهور الأخيرة من قبل رمضان، عامل قلب مفتوح وعنده سكري، ولا يستطيع من الصيام، لأنه الصيام قد اللي عفوا السكري قد يختل عندهم، متوازن السكري يختل مما يؤدي إلى مضاعفات في التئام الجروح، في زيادة الالتهابات عندهم إلى آخره. فدول ننصح بعدم الصيام في الوقت الحالي ويقيمون في السنوات القادمة. كمان لا سمح الله اللي عندهم أمراض السرطانات وهيك شغلات، حسب الوضع تبعه إذا كان وموقع السرطان يعني الصراحة، زائد إنه حسب نظام السكر لديها، للسكر لديه منتظم أو غير منتظم، لهم خصوصية أخرى أيضا قد يمنعوا من الصيام. صحيح. طيب في إشي كمان اللي هو يعني العصبية قبل الإفطار، الناس في الشوارع طبعا، كيف بتفسرها أنت دكتور؟ يعني شو اللي بيعلى عند البني آدم لدرجة إنه بده يضرب الناس وبده يقتل الناس وبده يقاتل الناس وبعصب على الناس؟ هو انخفاض السكر في الدم وانخفاض طاقة الجسم تؤدي للعصبية، حتى من أهم يعني أعراض هبوط السكر عند مريض السكري إنه تزداد عصبيته وتزداد النرفزة تبعته. فهذا من ناحية. من ناحية تانية قلة الكافيين أخي أبو كريم، يعني معظم الناس متعودة على كاسة القهوة في الصباح، واللي بيدخنوا متعودين على السيجارة، فقلة الكافيين والنيكوتين في الدم كمان تستحث الإنسان إنه يكون شوية عصبي، لأنه الكافيين بيعطيه نوع من يعني الهدوء خلينا نحكي، أو الراحة النفسية عند المريض أو عند الإنسان العادي حتى. زائد نمط الحياة الصراحة وشوارعنا، ما هي بتعصب أبو كريم بدون ما يكون صايم، بدون ما يكون إشي، يعني بتكون ماشي بالسيارة تلاقي واحد نط قدامك بدون أي شيء، هاي بحد ذاتها تخلي الناس تعصب. أما بالفعل هناك خصوصية، هو على الأغلب هبوط السكر ونقص النيكوتين ونقص الكافيين في الدم هو اللي بيخليهم يعصبوا، واحنا بندعوهم طبعا انه او انه العصبيه اصلا جايبها من بيتهم يعني، وعرات بيكون في بعض الناس انه بالوراثه اصلا عصبيين بيكون. ودير بالك هذول العصبيين عندهم، الناس العصبيه عندهم احتماليه اصاباتهم في الامراض الحاد، لا سمح الله ارتفاع الضغط الحاد او جلطات القلب والدماغ اكثر من الانسان الغير عصبي. ربنا يحمي شعبنا ويحمي الناس كلها. دكتور عنان عبد الحق، خبير أمراض السكر والضغط والكلى، شكرا جزيلا لك على هذه النصائح في رمضان للصائمين، وتعصبوش حتى يعني ما تزعلوش ربنا منكم، اللي بالصيام لله مشان إرضاء الله وليس مشان من أجل إغضاب الله وإغضاب الناس. شكرا جزيلا لك.